احنا نبتدي على بركة الله في مادة الفصل الثاني اللي هي الجاز باور سايكلز. احنا بالفصل الاول اخذنا الفيبر باور سايكلز، فاخذنا انواع من الدورات اللي كانت تعمل على دورة البخار ماء، فكان عندنا الماء يتغير يعني الطور مالته من مرحلة الى اخرى، واوجدنا الثيرمال افيشنسي. في هذا الفصل راح يكون عندنا الوركينج فلويد هو الهواء. ف الثيرموداينامك سايكلز كان بي اولسو كاتيجرايزد از غاز سايكلز اند فيبر سايكل. احنا الدورات الثيرموداينامكس ممكن انه نصنفها الى نوعين، اما الغاز اذا كان الوركينج فلويد هو غاز سواء كان هواء او غيره، وعندنا الفيبر سايكل اللي هي يكون عندنا المادة فلويد ثم تكون فيبر. فممكن يعني أخذنا هذا التفصيل بالفصل الأول. Depending on the phase of the working fluid. In gas cycle, the working fluid remains in the gaseous phase throughout the entire cycle. بالغاز سايكل احنا راح يبقى الطور الغازي هو ثابت في كل أجزاء المنظومة اللي يعني بدها تشتغل مال الباور بلانت، لكن تتغير درجة حرارته وحجمه وضغطه من مكان إلى آخر. Whereas in vapor cycle the working fluid exists in the vapor phase during one part of the cycle and in the liquid phase during another part. بينما كان بالvapor cycle احنا كان عندنا في بعض الأجزاء يكون عندنا vapor وفي بعض الأجزاء لا يكون عندنا liquid. Thermodynamic cycle can be categorized yet another way. ممكن ان احنا نصنف الدورات الثيرمودينامكس classified into another way، يعني بطريقة اخرى، closed and open cycle. نقصد بالclosed انه الworking fluid يدخل للبويلر ثم يخرج من البويلر، يدخل الى التيرباين ثم الى الكوندنسر ثم الى البامب ثم يرجع نفس الفلويد الى البويلر، فراح نسميه closed cycle. معناه ان الworking fluid هو ثابت لكن يتغير الشكل مالته من مكان الى اخر. بينما في بعض المحطات الاخرى لا، عندنا الاوبن انه يدخل عندي الهواء او الworking fluid الى داخل البويلر ثم يسخن، بعدين ندخله على التيرباين ومن ثم يخرج الى المحيط الى الهواء الجوي الى الجو، وبالتالي يدخل هواء جديد مره اخرى الى البويلر. فهذا المقصود به انه الكلوزد سايكل شنو معناها والاوبن سايكل شنو معناها. ان كلوزد سايكل ذا وركينج فلويد از ريتيرن تو ذا انيشال ستيت ات ذا اند اوف ذا سايكل اند اتس ريسيركوليتد. يعني معناها انه بالكلوزد سايكل انه الوركينج فلويد ما عاد تشغيل، من يبدي من نقطه واحد يروح الى نقطه اثنين الى نقطه ثلاثه الى نقطه اربعه خمسه سته، وبعدين يرجع الى وين؟ الى نقطه واحد، ومن ثم يعيد نفسه خلال هاي السايكل. بينما ان اوبن سايكل ذا وركينج فلويد از رينيود ات ذا اند اوف ذا ايتش سايكل انستيد اوف بينج ريسيركوليتد. بينما بالاوبن سايكل احنا يدخل عندنا الفلويد بنقطه واحد، ينتقل الى نقطه اثنين الى نقطه ثلاثه الى نقطه اربعه، ويخرج الى الانفايرومنت. بعدين راح يدخل عندنا هواء جديد او غاز جديد او وركينج فلويد جديد بنقطه واحد، ويروح الى اثنين وثلاثه واربعه، بعدين ينطلق الى المحيط. An automobile engines the combustion gases are exhaust and replaced by fresh fuel air fuel mixture at the end of each cycle. واحدة من التطبيقات عليها اللي هو محرك السيارات، انه احنا عندنا المحرك يدخل له هواء ووقود، بعدين تجري عليه عدة عمليات ان شاء الله بالسلايدات القادمة راح نشوفها، ثم نتائج الاحتراق راح يخرج من الاكزوست، يعني يطلع من الصالنصة، احنا نقول الدخان اللي يطلع من الصالنصة، وبعدين هواء جديد ووقود جديد راح يدخل المن الى المحرك، وتتم عملية الاحتراق وتوليد الطاقة وتحريك البستن، وبالتالي راح نسميها هاي العملية شنو؟ الأوبن سايكل.
الهيت انجنز محركات الحراره ار كلاسيفايد از انترنال كومبشنز اند اكسترنال كومبشن انجن. نفس المحركات مال الاحتراق احنا ممكن نسميها احتراق داخلي نسميه internal combustion and external combustion engine احتراق خارجي. تعتمد على من؟ على انه احنا الحرارة وين نضيفها. depending on how the heat is supplied to the working fluid. احنا وين نضيف الحرارة؟ in external combustion engine such as steam power plant, heat is supplied to the working fluid from an external source such as furnace and geothermal well, nuclear reactor or even the sun. بالمحطات القدرة إذا المائع التشغيل الحرارة اللي قاعد يأخذها بالبويلر تجي من مصدر خارجي كأن يكون عندي فرن أو عندي طاقة باطن الأرض عندي بيرودة تخرج من عندي مياه ساخنة أو عندي محطة طاقة وقود نووي أو حتى من أشعة الشمس. هاي الحرارة بما أنه هي قاعد تجي من مصدر خارجي فإحنا شو نسميها؟ نسميه external combustion engine. بينما in internal combustion engine such as automobile engine محركات السيارة this is done by burning the fuel within the system boundary. يعني إحنا داخل المحيط مال السايكل مالتنا عملية الحرارة قاعد تصير عملية الحرق للوقود بداخل السيستم مال من؟ مال المحرك مالتنا. فهذا اللي نسميه انه هل هي العملية internal combustion cycle or external combustion cycle. فإذا هنا نعرف انه محطات الثيرموداينامك سايكل ممكن التصنيفها الى اكثر من تصنيف. ممكن انه احنا نسميها غاز سايكل وفيبر سايكل اعتمادا على من؟ على الوركينج فلويد. فاذا كان الوركينج فلويد غاز وبكل مراحل الباور بلانت راح نسميها غاز سايكل. بينما اذا كان في بعض الحالات هو عباره عن ستيم وفي بعض الحالات عباره عن ليكويد فهي راح نسميها شنو؟ فيبر باور سايكل. ممكن انه نصنف محطات القدره تصنيف اخر، هل هي closed system ام open system. closed system ايش نقصد به؟ انه المائع التشغيل يدخل بنقطه واحد ينتقل الى نقطه اثنين نقطه ثلاثه اربعه خمسه الى ان تنتهي العمليه، ثم يرجع نفس الفلويد الى نقطه واحد ويستخدم مره اخرى فنسميه recirculated. هذا معناه انه هنا السيستم ايش به؟ الكتله مالته ثابته، الكتلة مال تشبيهها ثابتة داخل كل الأجزاء، فهذا شو نسميه؟ closed system. بينما إذا كان يعني يدخل عندي الworking fluid بنقطة واحد تنضاف لحرارة بعدين يولد شغل بعدين يخرج exhaust للenvironment للambient environment للجو ثم يدخل هواء جديد بكمية أخرى، هنا إيش راح يصير عندي؟ نسميه open cycle. هذا التصنيف الثاني للثيرموداينامك سايكل. ممكن نصنف الثيرموداينامك سايكل الى تصنيف ثالث اللي هو هل هي انترنال كومبشنز ام اكسترنال كومبشن، هل هي محركات احتراق داخلي ام محركات احتراق خارجي. شنو نقصد به؟ انه اذا كانت عمليه احراق الوقود تتم خارج المنظومه مالتنا، يعني الحراره دا تجينا من مصدر خارجي، هنا نسميها external combustion engine. بينما إذا كانت عملية الاحتراق تتم داخل المحرك أو المحطة اللي إحنا نولد بها كهرباء، هنا شو نسميها؟ internal combustion cycle. شباب لهنا أكو سؤال؟ لا دكتور أنا بالنسبة لي ما عندي. البقية؟ لا دكتور ما عندي. ننتقل الآن إلى الـ internal combustion cycle اللي هي المحركات اللي تعمل بالغاز واللي هي مشهورة بالمحركات مال السيارات سواء كانت الصغيرة أو الكبيرة أو محطات توليد الكهرباء الغازية. internal combustion engine
differs from the power plant considered previously because the process occurs within reciprocating piston cylinder arrangement and not in interconnected series of different components. الاختلاف الأول بين الـ internal combustion cycle والـ power, الـ vapor power cycle شنو؟ أولاً هنا العملية بالـ internal combustion cycle دي يكون عندي سلندر وبستن، العملية كلها الـ process من عملية سحب الهواء والوقود وعملية الضغط، بعدين شوط القدرة، بعدين إخراج الـ الغازات المحترقة، كلها دا تتم وين؟ بداخل البستن والسلندر. بينما بالفيبر فيبر سايكل كان لا، عندنا أجزاء، عندنا فلويد يدخل للبويلر وراها يسخن يتحول إلى ستيم، يخرج منها عن طريق أنابيب يتحول ونوزلات يتحول لوين؟ للتيرباين. هذا التيرباين بيريش راح تفتر، بعدين يخرج الستيم من التيرباين يروح وين؟ للكوندنسر. الكوندنسر ايضا عباره عن هيت اكسشينجر، يتبادل الحراره ويا وركينج فلويد ثاني ويتحول الى شنو؟ ليكويد. بعدين هذا الليكويد يروح الى مضخه، المضخه ترفع لي وين؟ للضغط مال البويلر، وتتم العمليه بهالشكل. بينما بالانترنال كومبشن انجن لا، هي العمليه كلها دا تحدث بداخل سلندر اسطوانه وداخلها بستن يتحرك. زين، two principal type of reciprocating internal combustion engine are the spark ignition engine and the compression ignition engine. فإذا ال internal combustion شباب يختصروا يسموه دائما ال IC engine. من تسمع المختصر IC engine معناه internal combustion engine، يعني محركات الاحتراق الداخلي. ال IC engine اكو نوعين عندنا، عندنا السبارك اجنيشن اللي هي المحركات اللي تشتغل عن طريق سبارك، يعني لازم احنا ننطيه شراره، هاي يختصروها يسموها اس اي. الاس اي شنو معناها؟ سبارك اجنيشن معنى الوقود على مود يحترق لازم احنا ننطيه شنو؟ شراره، سبارك. واكو عندنا الكومبريشن اجنيشن اللي هو يسموه سي اي، ذيك الاي سي شنو؟ شنو شباب الاي سي؟ مختصر انترنال كومبريشن. بينما سي اي اللي هي الكومبشن كومبريشن اجنيشن معناه انه انا على مود الوقود يحترق لازم اضغطه الى حد معين وبالتالي يعني احقن الوقود بهاللحظه هاي اللي ارتفع بها الضغط ودرجه الحراره ويصير عندي الاحتراق. طبعا السبارك اجنيشن هاي المحركات اللي احنا نشوفها بالسيارات العاديه، يعني سيارات البنزين احنا نسميها، سيارات كل سياره تشتغل على البنزين النظام مالتها شنو؟ اس اي، سبارك اجنيشن. بينما كل سياره تشتغل على الديزل يعني الغاز هي من النوع اللي يشتغل على شنو؟ الكومبريشن اجنيشن. السبارك اجنيشن انجن ا ميكستشر اوف فيول اند اير از اجنيتد باي ا سبارك بلاك، يعني احنا هاي الاسطوانه وبداخلها سلندر ده يتحرك، يدخل عندي وقود اللي هو البنزين ويدخل عندي هواء مخلوط خليط، عندنا بلاك موجود بداخل السياره راح ان شاء الله نشوف بالاستعدادات القادمه عمليه الاحتراق والبلاك. هذا البلاك من نوصل الى ضغط معين ينطي شراره يحترق الوقود، من يحترق يصير انفجار، من يصير انفجار يولد طاقه، هاي الطاقه تتحول الى طاقه ميكانيكيه نسميها الورك اوتبوت. بينما ان كومبريشن اجنيشن انجن شو يصير عندي؟ احنا بداخل السلندر نسحب هواء فقط، نسحب هواء نضغط هذا الهواء يوصل الى درجه حراره وضغط كلش عاليه، بهالوقت هذا نحقن الغاز. عندما نحقن الغاز او الديزل يسموه نحقنه، درجه حراره اتقاد هذا الديزل هي اوطى من درجه الحراره والضغط اللي واصل لهم من الهواء، فشي يصير بيه
ينفجر. من ينفجر يولد طاقة، هاي الطاقة تتحول إلى طاقة ميكانيكية عن طريق الروتيتنج شيفت، وبالتالي تدور العجلة. وياي أكو بالصف ثاني أكو أول تجربة أخذتوها بالميكانيك يسموها الإجنيشن، أوتو إجنيشن إذا تتذكروها، أخذتوه بصف ثاني أول تجربة بالميكانيك بالمختبرات. ما أخذنا بالميكانيك بس بالمقاومة أخذنا. ما أخذتوا الثيرموداينامكس هناك؟ لا، هي مختبرات المقاومة كانت بس ما كانت في التجربة. ليش ماكو؟ أكو فلويد وأكو ثيرموداينامكس مفروض. ماكو. المهم إحنا شنو الشباب هسه أنتم مثلاً تسمعون أكو حرائق باستراليا وأكو حرائق بأمريكا وهاي الدول، شلون دي يصير هاي الحرائق؟ هل يعني من واحد جاب شعل نار وذبها بالغابات؟ لا، اللي دي يصير شنو؟ إنه حرارة الجو تزداد وبالتالي الضغط أيضا يزداد، هذه الحرارة تكون أعلى من درجة اتقاد الأشجار وبالتالي تشتعل، مثل ما لو أنت جبت عدسة وحط سلطتها على الشمس وبعدين هاي الأشعة اللي تخرج من العدسة وين سلطتها؟ على الورقة. ايش تسوي بهالحالة؟ معناه ده ترفع درجة حرارة الورقة أعلى من درجة اتقاد الورقة، وبالتالي ده تشوف أنت عندك شنو الورقة ورا فترة تبدأ تحترق. تجربين هاي مال عدسة أو شايفينها بالفيزياء، من تجيب عدسة لامة تجمع الأشعة الشمسية وصلتها على ورقة راح تبدي هاي الورقة تسخن 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 إلى بعدين شنو تشتعل نار. هو شنو اللي دا يصير؟ إنه أنا رفعت درجة حرارة هاي الورقة أعلى من درجة اتقادها. شنو درجة اتقادها؟ لكل سائل أو غاز إلى درجة حرارة من يوصل يعبرها يبدي يشتعل يتحول إلى شنو نار. فبالديزل نعتمد على هذا الكومبريشن إجنيشن إنجن. هاي إن شاء الله يعني بعد أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله نبدي نأخذ هاي الكومبريشن إجنيشن إنجن وشون مبدأ عمله. سبارك إجنيشن إنجن اللي هو الأس آي إنجنز have advantages for application required power up to 225 كيلو وات، يعني 300 هورس باور، because they are relatively light and lower in cost. يعني احنا ليش نلجأ الى السبارك إجنيشن إنجنز؟ ليش نروح على الاس اي؟ لان هي خفيفة الوزن ورخيصة الثمن، بينما القدرة اللي تولدها يعني ماكسيموم 300 حصان. سبارك إجنيشن إنجن ار سبارتيكولاري suited for the use in automobile، يعني هاي السبارك هي مصممة إلمن للسيارات الصغيرة اللي دا تشوفونها انتو، سواء كانت الستيشن أو الأنواع هاي اللي انتو حضراتكم شايفين. المحرك شبي يكون صغير وزنه قليل وكلفة تصنيعه قليلة أيضا، بينما compression ignition engine are normally preferred for application when fuel economy. شو وقت نلجأ إلى compression ignition engine؟ عندما يكون صرف الوقود مهم جدا and relatively large amount of power are required، لكن إذا نحتاج إلى قوة تحريك كبيرة جدا لازم نلجأ لمن؟ الى الكومبريشن اجنيشن انجن، اللي مثلا عندك انت اللوري او عندك التريله او عندك الشفل. هاي السيارات السيارات الكبيره اللي تحمل اوزان كلش كبيره احنا نحتاج الى عزوم كلش عاليه على مود نحرك العجلات مال هاي السياره، وبالتالي عمليه صرف بنزين عليها يكون عمليه غير مجديه وما تولد لنا الطاقة اللي احنا نحتاجها لتحريك هذه السيارة. يعني ما يصير أنا أجيب محرك مال مرسيدس وأخليه إلى شفر ما يشغله وياي، فلذلك يلجون إلمن إلى
الكومبريشن اجنيشن انجن، هيفي تراك، باصز، لوكوموتيف اند شيبس، اكزيلري باور بوينت، باور يونتس، يعني هاي ممكن انه احنا نستخدم حتى في السفن، بالقطارات، بالباصات، يعني هاي نستخدم المن، نستخدم منوال. الكومبريشن اجنيشن انجن بقى اكو وسط، يعني لا هي صغيره مثل السيارات العاديه ولا هي كبيره مثل السيارات، يعني الشفال والباص وال يعني المنشاه، هاي السيارات الكبيره. بالنسبه للوسط ان ذا ميدل رينج، يعني بالوسط الرينج، لا هو صغيره ولا هي حيل كبيره. اثنين النوعين مستخدم، لذلك انت ممكن تشوف كوستر، يعني انتم شايفين الكوستر، اكو بعضهم يشتغل على البنزين واكو بعضهم يشتغل على الغاز. الكيات اكو بعضهم يشتغل على الغاز واكو يشتغل على البنزين. ليش؟ لان هي وسط، لا هي صغيره مثل السياره العاديه ام الاربع نفرات ولا هي كبيره مثل المنشاه والشفل واللوري. فلذلك تشوف شنو انه تستخدم بالميدل رينج، ممكن انه تلقى انت النوعين. الانترودوسينج انجن تيرمينولوجي، احنا الان نريد نشوف مبدا عمل الانترنال كومبشن انجن الاي سي شلون يشتغل. مثل ما تشوفون حضراتكم على اليمين، شنو عندك؟ عندك سلندر اللي هي هاي اللون البرتقالي، والبستن هذا اللي موجود بداخلها. ماشي شباب؟ اكو اذا بدينا اللي فوق ده تشوفون اكو نوعين من الفالف، واحد على اليسرى وواحد على اليمنى. واضح التأشير؟ اي واضح دكتور. واضح دكتور. اي فده تشوفون انه اكو عندي فالفين، واحد يدخل من عنده نسميه الانتيك فالف، يعني هذا اللي يدخل من عند الهواء والوقود، والثاني اللي على اليمين نسميه اكزوست فالف، هذا اللي هو تخرج من عند الغازات بعد الاحتراق. هذا اللي على اليمين، اللي على اليسار نسميه انتيك، واللي على اليسار نسميه شنو اكزوست. هذا اللي بالنص هذا هو السبارك بلاك، هذا هو اللي ينطي الشراره لانجاز عمليه الاحتراق، اللي نسميه احنا بلاك بالعاميه، نسميه بلاك. يعني كثير من الشباب اللي شايفين سيارات يعرف البلاك شنو معناه. طبعا هذا القطر الداخلي مال هاي الاسطوانه شنو نسميه؟ نسميه البور. البور شنو معناه؟ القطر الداخلي مال من؟ مال الاسطوانه اللي قاعد يتحرك بداخله، البستن. هذا البستن شباب يصعد او ينزل، من يصعد الى اعلى منطقه، اعلى منطقه شو نسميها؟ نسميها التوب ديد سنتر. شو نسميها؟ من يصعد البستم الى اعلى نقطه بالسلندر شو نسميه؟ التوب ديد سنتر. طبعا هو اذا تشوفون الشكل اللي جوا التوب ديد سنتر اللي هو مختصر تي دي سي، تي توب دي ديد والسي سنتر، راح تشوفون انه هذا اقل حجم ممكن، اقل حجم ممكن يسموه كليرنس فوليوم. طبعا ما يصير هذا الحجم يكون صفر، هذا الحجم ايش بيه؟ ما يصير يصير صفر. ليش؟ لان انت عندك غاز، دخلت غاز بحجم معين راح تقدر تضغطه الى حد معين، وراها ما ينضغط بعد. يعني انت ما ممكن حجم الغاز الموجود تسوي صفر، ممكن يصير اقل ما يمكن، اللي هو شيء وين يكون؟ عندما تكون البستم وين؟ بالتوب ديد سنتر. من ينزل البستن الى اوطأ نقطه، اوطأ نقطه بهاي السلندر شو نسميه؟ نسميه الباتوم ديد سنتر. شو نسميه؟ الباتوم ديد سنتر، اللي دا تشوفونه عندكم بالصوره السفلى الشكل اللي على اليسار، هذا شو نسميه؟ البي دي سي، اللي هو اكبر حجم ممكن انه احنا نوصل له. وياي الحجم هسه هذا اللي تشوفونه باللون الوردي، اللي هو المحصور بين التوب ديد سنتر والباتوم ديد سنتر، هذا هو الديسبليسمنت فوليوم، هذا هو
الحجم المتحرك اللي عندنا انه اني اتحرك بين المينيمم عندما اكون بالتوب ديد سنتر وماكسيمم فوليوم اللي هو وين يكون عندي بالباتوم ديد سنتر. هذا البستن مربوط بذراع، هذا بذراع ومربوط بمن بكرانك ميكانيزم. هاي الحركة الترددية مال البستم، يعني البستم يصعد وينزل، يحول لي الحركة الترددية إلى حركة دورانية، وبالتالي تتحول السيارة تتحرك نحو الأمام أو نحو الخلف. أبسط مثال، مثلا أنتم شايفين القطارات البخارية، تشوفونها شلون تفتر، أكو كونكتد مربوط بالتيارات، والتيارات تبدي شنو الكونكتنج يتحرك فوق وجوا، والقطار مربوط، هاي الكونكتنج رود مربوطه بالتاير، وبالتالي التاير يتحرك حركه دورانيه. يعني هاي العمليه احنا ممكن نحول الحركه الخطيه الى حركه شنو دورانيه. فهذا اللي حكيناه هسه. فيجر از ا سكتش اوف ريسبيكريتنج انترنال كومبشن انجن consisting of a piston and moves within a cylinder fitted with two valves. يعني هذا البستم والسلندر واكو عندنا two valves. The bore of the cylinder is its diameter. البور هنا ايش قلنا هو الدايمتر مال هاي الاسطوانه الداخليه. طبعا هذا البستم يكون fitted، واكو هنا اذا تشوفون ذني خطين سود على البستم، تشوفون الشباب تشوفون ذن الخطين اللي على البستن. نعم. إيه دكتور. هذني عبارة عن رينج واشرات بلاستيك محطوطات هنا على مود تضمن إنه ماكو ليكج، يعني أنا مو الغاز موجود بالأعلى هنا، من أصعد البستن الغاز ما يهرب من الجوانب، الغاز الشبي ما يهرب من الجوانب. فهاي إذا تشوفون إن شاء الله وصير يعني عودة للدوام، نشوفكم يعني قطعة من هذا البستن والسلندر وهاي الرنجات اللي موجودة عليه. الستروك شنو الستروك؟ is the distance the piston move in one direction. يعني البستن إذا كان بالبتم وصعد لي فوق للتوب، هاي شنو نسميه؟ ستروك واحد. من هو كان بالتوب ونزل لي جوا للبتم شنو نسميه؟ ستروك. يعني الشوط شنو معناه؟ صعود البستن من الأسفل إلى الأعلى، أو نزول البستم من الأعلى إلى الأسفل، هذا شنو؟ شوط واحد. يعني الذهاب شوط والرجوع شنو؟ شوط. The piston is said to be at top dead center when it has moved to a piston where the cylinder volume is minimum. فعندما يكون الفوليوم مينيمم بداخل السلندر، معناه احنا وين وصلنا؟ للتوب ديد سنتر. When the piston has moved to the position of maximum cylinder volume, the piston is at bottom dead center. بينما اذا نزل البستم الى اكبر حجم او اقصى حجم للاسطوانة، معناه ايش راح وين وصل عندي؟ للبوتوم ديد سنتر. The volume swept out by the piston as it's move from the top dead center to the bottom dead center position is called the displacement volume. الحجم اللي يتحرك البستن من اعلى نقطه الى اوطى نقطه ايش نسميه؟ displacement volume. اكو مصطلح اخر ايضا لازم نعرفه، لان هاي المصطلحات قد تجي تعاريف، قد تجي اختيارات، قد تجي صح وخطا. The compression ratio is defined as the volume at the bottom dead center divided by the volume at the top dead center. شنو الكومبريشن ريشيو؟ نسبة الانضغاط ايش قد؟ هو الحجم
ماكسيمم في ماكسيمم، لان احنا وين كنا نكون عندنا في ماكسيمم؟ عندما نكون بالباتوم ديد سنتر على الفي مينيمم. الفي مينيمم وين نكون احنا البستن؟ يكون عندنا بالتوب ديد سنتر. فاذا نعرفوا كومبريشن ريشيو هي الفي ماكس على الفي مينيمم. شو وقت نحصل على في ماكس؟ عندما يكون البستن في الباتوم ديد سنتر. شو وقت نحصل على الفي مينيمم؟ عندما يكون البستن بالتوب ديد سنتر. The reciprocating motion، الحركة الترددية of the piston، الحركة الترددية مال البستن اللي هي صعود ونزول، is converted، تتحول to rotary motion by a crank mechanism، تتحول إلى حركة دورانية عن طريق crank mechanism. محركات الاي سي شباب، محركات الاي سي نوعين يسموه فور ستروك وتو ستروك، يعني رباعية الأشواط لو ثنائية الأشواط. رباعية الأشواط هي المشهورة والاستخدامها كلش كبير. إن a four stroke internal combustion engine، شنو معنى ستروك؟ أحد يقدر يجاوبني شنو ستروك؟ اختناق. لا، ستروك شوط. بس عرفنا ستروك هنا. The stroke is the distance the piston move in one direction. يعني إذا كنت أني بالتوب وتحركت نحو الباتوم، هاي شو نسميه؟ ستروك. إذا أنا كنت بالبطم وصعدت نحو التوب، هذا ستروك. ماشي شباب؟ فمن أقول لك أنا عندي فور ستروك internal combustion engine، شنو معناه؟ يعني أنا بالتوب نزلت، هذا واحد، صعدت، هاي اثنين، نزلت، هاي ثلاثة، صعدت، هاي أربعة. ويا شباب، إذا عندك فور ستروك معناه انه انت عندك اربع اشواط. انت كنت بالتوب نزلت للبوتوم، هاي واحد، صعدت للتوب، هاي اثنين، نزلت للبوتوم، هاي ثلاثة، صعدت للتوب، هاي اربع. هاي الاربع اشواط هي نسميها فور ستروك انترنال كومبستشن انجن. فانتوا شوفوا وياي على الرسم اللي موجود عندكم هنا على اليمين، احنا بنقطة اكس، هذا ايش راح نسميه؟ نسميه انتيك ستروك. معناه اني بالتوب، اني بالتوب راح ابدي انزل، ينزل البستم لي جوه. من راح يبدي ينزل البستم لي جوه، الفالف مال الانتيك هذا اللي شفناه على اليسار راح ينفتح. من ينفتح راح يدخل عندي هواء ووقود، راح يبدي هذا، يبقى هذا الفالف مفتوح من آني من التوب، يبقى مفتوح إلى أن أوصل إلى الباتوم ديت سنتر. بهاي الحالة هذا الفالف شبيه مال الانتيك انغلق، انغلق وياي. راح أبدي أصعد، من أبدي أصعد الانتيك فالف والإكزوست اكزوست فالف اثنيناتهم مغلقات، فاني حجم مال غاز راح ابدي اقلله. ليش؟ لان اني بالبوتوم عندي الفي ماكسيمم، راح ابدي اضغط بي اضغط بي اضغط بي الى ان يتحول الغاز الى المينيمم فوليوم اللي هو شو نسميه احنا؟ التوب ديد سنتر. فتشوفون الكومبريشن هنا، اني منا بدا يصعد البستن، بدا يصعد الى ان وصلت لي وين؟ الى التوب ديد سنتر. ضغطت للغاز الهواء والوقود، ضغطوا. بهاي الحاله من وصلت الى التوب ديد سنتر، يعني كم شوط انا سويت؟ شوطين.
الشوط الاول انا كنت فوق، بدا البستم ينزل، انفتح الصمام مال الدخول مال الوقود والهواء، بدا هذا الصمام مفتوح والهواء والوقود يدخلان يدخلان الى ان وصل البستم لي وين؟ الى اوطى نقطه اللي هي الباتوم ديد سنتر. وبالتالي من اوصل الى اوطى نقطه الفالف شبيه راح ينغلق، راح البستم يصعد، الفالف مال الانتيك والاكزوست اثنيناتهم مسدودات، راح يبدا البستم يصعد، يصعد الهواء والوقود اللي موجودين شبيههم راح ينضغطون، كل ما اضغط اكثر راح يزداد الضغط، من يزداد الضغط راح ترتفع درجه الحراره، راح ترتفع درجه الحراره، ترتفع 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 الى ان نوصل الى التوب ديد سنتر. بهاي اللحظه من خلصت الشوط الثاني راح يصير عندي سبارك اجنيشن، راح ننطي شراره لمن؟ لهذا الوقود اللي درجه الحراره مالته والضغط مالته عالي. فش من راح انطي شراره؟ راح يصير انفجار بداخل من؟ بداخل هذه الاسطوانه. من يصير انفجار شو يصير؟ الضغط يصعد، الضغط راح يصعد، وبالتالي الحراره ايضا راح تصعد. ايش راح يصير؟ البستم راح يندفع بفعل الانفجار وين؟ نحو الاسفل. فهذا اللي راح يولد لي شنو نسميه الباور ستروك، الباور ستروك اللي هو الشوط الثالث. انه انا كنت بنهايه الشوط الثاني، بنهايه الشوط الثاني ضغطت الغاز الى اقل حجم ممكن، بهاي اللحظه انطيت شراره، من انطيت شراره صار انفجار، من صار انفجار البستم راح يندفع نحو الاسفل، راح يسوي لي الشوط الثالث اللي هو الباور ستروك. من ينزل لي جوا الشوط الثالث الى ان يوصل الي وين؟ الى الباتوم ديد سنتر، نتيجه الحركه الدورانيه مال الكرانك شيفت ايش راح يصير؟ طبعا هاي السلندر من صار انفجار انملت غازات محترقه، هاي الغازات المحترقه انا ما اريدها بعد. فمن اوصل الى الباتوم ديد سنتر الفالف اللي موجود على اليمين مال الاكزوست شبي راح ينفتح، البستم نتيجه الحركه الدورانيه شبي راح يصعد لي فوق، وبالتالي يطرد الغازات. فاذا راح تشوفون انه العمليه الاخيره اللي هي الاكزوست فالف اوبن فيطرد كل الغازات الى ان يرجع الى لوين؟ الى المينيمم فوليوم. هذا الحكي اللي هو within the intake valve open the piston makes an intake stroke. فإذا عندنا intake stroke شوط السحب، شنو شوط السحب؟ معناه انه البستم كان بالتوب ديد سنتر اقل ما حجم ممكن، راح يبدي ينسحب لي جوه، هذا شو نسميه؟ نسميه intake stroke شوط السحب. بعدين وراها من يوصل للبوتوم ديد سنتر راح يبدي يصعد لي فوق، الانتيك فالف والاكزوست فالف اثنيناتهم مغلقين، ايش راح يصير عندي؟ نسميه الكومبريشن ستروك شوط الضغط، راح نبدي نضغط 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 الوقود والهواء الخليط هذا نضغطه الى ان نوصل الى اعلى ضغط ممكن واقل حجم ممكن واعلى درجه حراره ممكنه بهذا الشوط. وراها راح ننطي شرارة نسميه spark ignition، وبالتالي راح يصير عندي انفجار، هذا الانفجار راح يدفع السلندر البستن العفو لجوه. فهذا شو نسميه؟ نسميه الباور ستروك، الباور ستروك راح ينزل البستن الى الباتوم ديد سنتر، هذا الشوط الثالث. نتيجة الاستمرارية بالحركة راح يصعد البستم لي فوق، وبالتالي الانت الاكزوست فالف راح ينفتح وتخرج كل الغازات من داخل السلندر، وراح نرجع لي وين؟ الى المينيمم فوليوم يعني التوب، وبالتالي
راح يبدي ينزل البستم اللي جوا وراح ينفتح الانتيك فالف وهكذا تستمر العملية. فهذا الكلام كليته اللي حكيته الآن. فشوفوا شباب، بالحالة الأولى أنه أنا عندي البستم هو بالتوب ديد سنتر، راح يبدي ينزل، راح تشوفون هذا السهم الأسود من هنا راح يدخل الغاز والوقود، تشوفون أكو الهواء والوقود، تشوفون أكو ذرات زرق وحمر، عمود نميز أنه أكو أنا عندي خليط هنا. وصلت إلى الباتوم ديد سنتر، راح يبدي الكومبريشن ستروك، راح أبدي أضغط هذا الوقود أو الخليط، تشوفون السهم اتجه نحو الأعلى. من أوصل إلى التوب ديد سنتر راح تحدث عندي شرارة نتيجة السبارك، فيصير انفجار، وبالتالي تتولد عندي الباور ستروك، فهذا الانفجار راح يدفع لي البستن نحو الأسفل. من أوصل إلى الباتوم ديد سنتر راح يكون أنا عندي هنا شنو؟ غازات محترقة، فبالتالي الإكزوست فالف راح ينفتح اللي هو السهم اللي عليه من هنا، وبالتالي البستم راح يبدي يصعد لي فوق ويطرد كل الغازات. بينما بالمحركات الصغيرة جدا اللي هي المستخدمة وين؟ بالماطورات، موتور سيكل وياي، أو المكائن مال قص الثيل، هاي المكائن الكهربائية، مو الكهربائية العفو، اللي تشتغل على البنزين، هاي ايش قد هي يسموها تو ستروك. تو ستروك شنو معناه؟ معناه هي يصير عندها الكومبريشن والانتيك، الكومبريشن والانتيك بشوط، والباور والاكزوست بشوط. احنا ما راح نتطرق يعني بدراستنا هاي للتو ستروك، احنا راح نركز على اليمن على الفور ستروك انجن. ممكن يعني على اليوتيوب او غيره تشوفون محاضرات او افلام توضيحيه عن مبدا عمل التو ستروك انجن. واحد من البارامترز المؤثره واللي ممكن انه توصف لنا اداء المحرك نسميه مين افكتيف بريشر، مختصر مالته الام اي بي. شنو الام اي بي؟ يقول the mean effective pressure is the theoretical constant pressure that if it acts on the piston during the power stroke would produce the same network as actually developed in one cycle. معناه انه أنا هسه من عندي four stroke engine على مود أولد الباور، كم شوط دا أسوي؟ دا أسوي أربع أشواط. دا أسوي شنو؟ أربع أشواط. شوط السحب أسحب الوقود والهواء، الشوط الثاني أضغطهم، الشوط الثالث أنطي الشرارة على مود يحدث انفجار اللي هو الباور ستروك، الشوط الرابع لازم شو أسوي؟ أطرد الغازات اللي موجودة وين؟ بداخل السلندر على مود أسحب وقود وهواء جديد. هاي العملية اللي هي فورس ستروك، أنا ممكن لو سلطت ضغط معين على الحجم فقط في شوط القدرة ممكن أحصل على نفس الكمية. فإذا المين إفكتيف بريشر هو كمية نظرية، يعني متغير نظري، ممكن إنه أنا أقدر أقارن بين المحركات على أساس هذا البارامتر. فش نسميه؟ المين افكتيف بريشر. اذا المين افكتيف بريشر هو عباره عن يعني معامل نظري احنا ممكن من خلاله انه نقيس
كفاءه المحركات ونقارن بيناتهم، فكل ما كان المين افكتيف بريشر اعلى كل ما كان قدره هذا المحرك اعلى. رياضيا شلون نطلع هذا المين افكتيف بريشر؟ راح نقول هو الورك نت صافي القدره او الشغل المنجز على الفي ماكسيمم ناقصا الفي مينيمم. هذا هنا فيديو يوضح شلون يشتغل الفورس تروك انجن. Fundamentals of a four-stroke EFI gas engine may be helpful to your understanding of mercury products. Here are the basic components of every four-stroke gas engine: a piston, a connecting rod, a crankshaft. As the piston travels up and down in the cylinder, this lateral motion is turned into a rotating motion at the crankshaft. The longer the stroke of the piston, the larger the displacement of gas and air occurs in the cylinder. To propel that piston, we need to ignite a tiny bit of gas and a whole lot of air. This creates expansion inside the cylinder. The fuel delivery system consists of an air intake manifold, valves, intake and exhaust, a fuel injector, and a spark plug. A four-stroke engine is called a four-stroke because four up and down motions are needed to complete the cycle. In the first stroke, the piston travels downward as the intake valve opens in a mixture of air from the atmosphere and a metered amount of gas from the electronic fuel injector enter the cylinder. This is called the intake stroke. On the second stroke, the piston travels upward, compressing the air and fuel to make a highly combustible mixture. This is called the compression stroke. At this point, the spark plug fires, sending the piston downward from the expansion of the air and gas mixture. This is the combustion stroke. The fourth stroke is the exhaust stroke. As the piston travels upward, the exhaust valve opens to release the burned air-fuel mixture. When the piston reaches the top of this stroke, the intake valve opens and the cycle begins all over again. It takes one up and down motion or two strokes of the piston to create one revolution of the crankshaft. RPM, or revolutions per minute, is how many times the crankshaft rotates within that minute. At wide open throttle, the crankshaft may turn at 5,000 RPMs or a dizzyingly 83 times per second. Meanwhile, the piston traveled up and down 166 times in that same second. Want to see how fast that is? Now, that's fast. Let's see it again. Amazingly, the four-stroke EFI engine does this smoothly, quietly, and reliably for years and years of operation.